في قناة الساحة الكرام متابعة لهؤلاء السفراء المتميز، هؤلاء السفراء المتميزين جدا، السفراء الموريتاني الذين عاشوا في بلاد عربية وكانت لهم أدوار متميزة في هذه البلاد. هنالك شخصية أخرى لا يمكن أن نتحدث عن السودان الحديث إلا وتحدثنا عن الشيخ محمد صالح الشنقيطي. تاريخ السودان أيام الاستقلال في سنة 1954، تاريخ السودان، تاريخ حزب الأمة الذي كان من أبرز الأحزاب السودانية التقليدية والذي ما زال له أيضا وجود ودور أساسي، لا يمكن أن نتحدث عن هذه الأمور إلا وتذكر السودانيون وتذكرنا نحن في موريتانيا دور الشيخ محمد صالح الشنقيطي. محمد صالح الشنقيطي ولد في أم درمان، لكنه ولد لابن موريتاني من قبيلة الشيخ أحمد البوحجار، هو الشريف من أبوه من منطقة تقانت. انطلق من هذه البلاد في نهاية القرن التاسع عشر، فأبوه انطلق حاجا مر بالسودان وأقام فيها. ولد له محمد اليمين، ولد له شخص الشيخ محمد صالح، ولد في أم درمان وعاش فيها وتعلم، حيث يقول مترجموه انه تخرج من كليه الحقوق بجامعه ام درمان قاضيا وعمل في سلك القضاء. ثم بعد ذلك، وهذا هو المهم، كانت اتصل بعبد الرحمن، عبد الرحمن المهدي، حفيد المهدي، هو اسره المهدي مشهوره في السودان. وعبد الرحمن المهدي هو جد صالح الصادق المهدي الذي نعرفه الآن، والذي السياسي السوداني المعروف. الشيخ محمد صالح الشنقيطي أسس حزب الأمة مع عبد الرحمن المهدي في أربعينيات القرن الماضي، وكان أيضا من ضمن الوفد الذي سافر إلى بريطانيا وإلى نيويورك للتفاوض مع الإنجليز في سنة 1948 حول استقلال السودان، وكان أيضا هو ممن وقع وثيقة استقلال السودان. وهذا يوضح لنا إلى أي حد كان الدور الأساسي السياسي والخطير لهذا الرجل الذي أصبح جزءا من النخبة السودانية في أيام الاستقلال، والذي كان له دور أساسي في حصول السودان على استقلالها عن طريق المفاوضات مع البريطانيين. وفي نفس الوقت لم ينسى الشيخ صالح الشنقيطي أنه موريتاني، وظل بيته مفتوحا أمام الموريتانيين. وقد تحدث بعض الإخوة عن دوره ومكانته وعلاقته بالشناقطة. الشيخ محمد صالح الشنقيطي رحمه الله، كما قلت، كان أيضا من هذا ينبغي أن يذكر، كان هو أول رئيس للبرلمان السوداني الذي انتخب غادات الاستقلال، لأنه تولى رئاسة كان اسمه المجلس التشريعي السوداني، تولى رئاسته من 1948 إلى 1953، تولى رئاسته مدة 8 سنوات. وهذا أيضا جانب مهم في حياته السياسية، وجانب مهم في تأثيره وفي حضوره في السودان. ثم، وهذا أيضا مهم، في آخر عمره كان من ضمن وفود إسلامية دعاها الملك فيصل في نهاية ستينيات القرن الماضي، بتحديدا 1968 قبل وفاته بأشهر، ليحضر غسل الكعبة، وهو موسم وهو مناسبة وفعالية دينية مهمة جدا تقوم بها السعودية في كل سنة قبيل الحج، ويدعى لها كبار الشخصيات الدينية والاجتماعية المعروفة في العالم الإسلامي. كان من ضمن وفود تلك السنة الشيخ محمد صالح الشنقيطي جاء من السودان، وهذا أيضا يوحي بمكانته وبأن صيته وسمعته وصلت إلى أرجاء مختلفة خارج السودان بوصفه صالح العام الملوك السعودية لحضور هذه المناسبة. هذا إذن، وبطبيعة الحال ليس هذا فقط هو القناة الوحيدة التي كانت تربطنا مع السودان، هنالك كثير من القنوات، لأننا نعرف أن الحج ركب الحج الذي كان ينطلق من هذه البلاد كان بعضه يمر بالمغرب العربي الطريق الشمالي يسمى، وكان في بعضه يمر بالطريق الإفريقي الذي يؤول في النهاية بعد المرور بمالي وبوركينا فاسو ونيجيريا إلى وتشاد حتى يصل إلى السودان. كان بعضه يقيم في السودان ويحل له المقام هناك، لأن نتيجة
لقرب الشعب السوداني من الشعب الموريتاني والتشابه في كثير من الأمور، وطيبة الشعب السودانيين وترحيبهم بدائم بالموريتانيين وجعلهم لهم واتخاذهم شيوخا. لأن نعرف أن الطريقة التيجانية مثلا الآن من أهم طرق الصوفية في السودان، الذي محمد المختار الشقيطي وهو أحد التشيتيين هو الذي أوصل هذه الطريقة إلى السودان. كذلك أيضا عندما نتحدث عن الطرق الصوفية لا بد أن نتحدث عن الطريقة المرغنية، وهي طريقة مهمة جدا لأنها ليست فقط طريقة صوفية، ولكنها أيضا انبثق عنها حزب سياسي الآن معروف بحزب الاتحاد الاتحاد حزب الاتحاد السوداني، وهو تحت دائما زعامة أحد أسرة المرغني. هذه الطريقة سلسلتها الصوفية تمر بالمجيدي والحب الله يعقوب. هذا إشارات فقط إلى متانة وعمق العلاقة بيننا مع السودان، وأنها لها روافد متعددة ولها مناحي متعددة وتأثيرات مختلفة. أختم فقط بأن الشيخ أبو الخطور لما سار في الأربعينيات القرن الماضي من موريتانيا من العصابة متجها نحو الحج، مثل مر بهذا الطريق، مر بطريق مالي في النيجر في تشاد، حتى وصل إلى الأبيض على الحدود التشادية التشادية السودانية، وأقام مدة في أمدرمان، وكان له لقاءات وكانت له جولات وصولات في السودان، هو أبو الأخطر رحمة الله علينا وعليه. إذا هذا عن هذا السفير الغني عن التعريف والمهم جدا، وهو الشيخ محمد صالح الشنقيطي، الذي كان كما قلت من أبرز ومن أبرز يجسد علاقة الوثيقة بالسودان بشكل خاص.